السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خالد من قناة أرامتي، وفي حلقة جاتكم فيديو رائع حول برنامج لاستخراج الكتابة من لاستخراج الكتابات أو النصوص من الصور أو بلغة أخرى، يعني تقوم بعمل سكرين للصورة بالإنجليزية أو بالفرنسية وقوم باستخراج الكتابة التي فيها، سواء كان نصا طويلا أو غير أو قصير، يعني تقوم باستخراج الكتابة من الصورة وتقوم بعملها كوبي إذا كنت حاجزا عن كتابتها أو إذا كان النص طويلا وليس لديك الوقت يعني للكتابة، تقوم باستخدام هذا البرنامج يقوم باستخراج الكتابة بسرعة وتقوم بعملها كوبي واستعملها في أي مكان تريد. طبعا قبل تنسي فيديو التعرف على البرنامج لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب بقناة ونشر الفيديو وتفعيل جرس كل جديد. أول شيء تقوم بتحمل البرنامج، سوف أترك رابطه في الديسكريبشن. طبعا هذه واجهة البرنامج، تقوم بالدخول إليها بالضغط عليها. طبعا بعد الدخول إليها سوف تظهر واجهة البرنامج هنا. طبعا هذه واجهة البرنامج، بعدها تقوم بالذهاب إلى الصورة التي تريد أن تستخرج الكتابة التي فيها. مثلا أنا اخترت هذا النص، يمكنك أيضا أن تختار نصا طويل، شرط أن تكون يعني الكاليتي أو جودة عالية، يعني عشان جودة الصورة. نقوم الآن بالضغط على يمين الفأرة هنا في البرنامج ونضغط على كابتشر. كابتشر وتغيرنا شكل الماوس، نقوم نتركه على الماوس مضغوطة، يعني تقوم بالضغط هنا وتقوم بعمل سكرين للصورة، ثم تضغط على هذه الصورة، تقوم بالضغط على OCR وتقوم بالانتظار قليلا. كما ترى قد تم استخراج الكتابة بنجاح، ويمكنك أيضا العمل على نصوص طويلة، أي نص يعني بالفرنسي أو العربي أو الإنجليزية يمكنك استخراجها. طبعا كان هذا هو برنامج الصغير في هذه الحلقة. إن أعجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب القناة ونشر الفيديو وتفعيل جرس كل جديد. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.